سلام. في كل عام تنتج السينما مجموعة كبيرة من الأفلام ذات تصنيفات مختلفة ما بين كوميدي، رومانسي، خيال علمي ومغامرة وغيرها كثير، لكن أفلام الأكشن لها طابعها الخاص، الأفلام ذات الإيرادات والحضور الأعلى في تاريخ السينما العالمية، وهي الفئة الأكثر تفضيلاً لدى الجمهور في جميع أنحاء العالم. أنا السيام مسعودي، في فيديو اليوم راح نحكي على أفضل أفلام الأكشن على مر التاريخ اللي على الأقل تكون شفت منها واحدة أو اثنين من الأفلام اللي راح نذكرها. وقبل ما نبدأ، إذا كنتم مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعل جرس التنبيهات عزيزي المشاهد وضع لايك للفيديو. يلا بينا نبدأ. نبدأ قائمتنا مع فيلم The Matrix. يعتبر الفيلم من أشهر وأفضل أفلام الأكشن التي قدمت في تاريخ السينما الأمريكية والعالمية، فلا أعتقد أنه يوجد شخص محب للأفلام لا يعرف فيلم اسمه The Matrix، التي من الأفلام التي أنصح بشدة بمشاهدتها لأنه فعلا يقدم متعة بصرية وينقلنا إلى عوالم المستقبل. الفيلم أنتج عام 1999 من تأليف وإخراج الأختين ليلي ولانا تشاوسكي وبطولة المبدع كيانو ريفز، ووصلت إيراداته إلى أكثر من 463 مليون دولار. تدور أحداث الفيلم في المستقبل عن شخصية مبرمج حاسب آلي يدعى توماس أندرسون، حيث يعيش حياة ثرية عقب الانتهاء من عمله وهو مخترق لشبكات الإنترنت أو كما يسمى هاكر. يحمل اسم نيو ويقوم من خلال عمله السري بالبحث المستمر عن السؤال الذي يحير العالم، وهي ما هي المصفوفة أو The Matrix، وتقوده رحلة الإيجاد الإجابة عن تساؤلاته إلى مجموعة من الأشخاص على رأسهم مورفيس الذي يعرض عليه خطة تجعله يكشف الإجابة لأسئلته. الفيلم الثاني في قائمتنا وهو فيلم ليو، وهو فيلم فرنسي ويصنف على أنه أفضل أفلام الأكشن في تاريخ السينما الفرنسية، وقد اشتهر فيلم عالميا باسم بروفيشنال، وقد تم إنتاج الفيلم عام 1994، وعلى الرغم من طول المدة إلا أنه استطاع البقاء في أذهان الكثيرين وترك بصمة خاصة به. الفيلم من تأليف لوبين وبطولة جان رينو بلغت إيراداته إلى أكثر من 46 مليون دولار. تدور أحداث الفيلم عن قصة فتاة صغيرة تدعى ماتيلدا التي تبلغ من العمر 12 عاما، والتي تعيش حياة بائسة داخل عالم عن العشوائية في أحد المناطق الفقيرة مع أختها وأخيها الأصغر الذين يعيشون تحت رعاية والدهم تاجر المخدرات. وفي أحد الأيام تعود ماتيلدا من السوق فتجد عائلتها قد تم قتلهم بالرصاص، فتحاول بدورها الانتقام من الأشخاص الذين تسببوا بهذه الجريمة. الفيلم الثالث في قائمتنا هو فيلم ماد ماكس. يعتبر أحد أهم الاختيارات للمشاهدة أعظم أفلام الأكشن على مر التاريخ الفيلم الذي أنتج عام 2015 من تأليف لوك بيسوف وإخراج جورج مولر، ووصلت إيراداته إلى 375 مليون دولار. وتدور أحداث الفيلم داخل أرض يغلبها عليها الخراب تحت حكم رجل طاغية، فتقوم مجموعة من النساء بالتمرد عليه، وذلك أمل منهن بالبحث عن موطنهن الأصلي، ويرافقهن شخص يمكن اعتباره على أنه مضطرب عقليا وتائه يسمى ماد ماكس. الفيلم يحتوي على مشاهد أكشن متطورة تناسب الألفية والتي قد لا نراها في أي فيلم آخر. فيلم دي هارد يعتبر أشهر أفلام الأكشن على مدار تاريخ السينما، خاصة عندما تعرف أنه أنتج عام 1988. الفيلم من تأليف إيدي سوزا وجيم ستيوارت وإخراج جون ميكلفان وبطولة بروس ويلز، وحصل على إيرادات قدرت ب 140 مليون دولار. وتدور القصة عن شرطي جون ماكلين الذي يزور زوجته المنفصلة عنه في نيويورك مع ابنته ليلة عيد الميلاد، لينضم إليهما في احتفال عطلة عيد الميلاد في مقر شركة مملوكة لدى اليابانيين التي تحمل لديها، لكن تحدث مفاجأة ويتم الهجوم على الشركة من قبل مجموعة من المجرمين، فيحاول ماكلين التصرف وإنقاذ الموقف. فيلم The Red Redemption يعتبر من أقوى أفلام الأكشن والحركة، أنتج عام 2011 وهو فيلم أندونيسي من تأليف وإخراج غارت إيفانت وبطولة كل من إيكو وين وجوتا سليم، وحقق إيرادات قدرت ب 15 مليون دولار.
وتدور القصة حول فريق القوات الخاصة التي يتم محاصرتهم داخل مبنى يحتوي على العديد من الشقق التي تقع تحت إدارة رجل عصابات يتسم بالوحشية والإجرام ويمتلك جيش من القتلة والمجرمين. فيجد الفريق نفسه مجبر على شق طريقهم من خلال طوابق المبنى الخطيرة للنجاة بحياتهم بعد أن يكتشفوا أنهم محاصرين من قبل مجموعة من المجرمين. فيلم غلادياتر، الفيلم الوحيد في قائمتنا الذي يعتبر من أفلام الأكشن التاريخية التي استطاعت حفر اسمها كأحد أفضل أفلام الأكشن. الفيلم أنتج عام 2000 من تأليف دافيد ورانزوفي وإخراج ريدلي سكوت وبطولة راسل كوت، وحقق إيرادات بأكثر من 475 مليون دولار. وتدور القصة في إطار تاريخي حول شخصية كومودوس الذي يتولى السلطة للقضاء على ماكسيموس، وهو أحد جنرالات المفضلين لأبيه الإمبراطور ماركوس أوريليوس. فيحدث قتال طويل يدوم حتى الموت بين جميع أطراف الصراع. فيلم توتال ريكول هو فيلم ينتمي إلى أكشن الخيال العلمي أمريكي، تم إنتاجه عام 2012 واستطاع تحقيق إيرادات عالية قدرت ب 196 مليون دولار ليصبح واحدا من أفضل أفلام الأكشن. الفيلم تأليف كل من رونالد شورت ودون أوبيان وجون بوفل وإخراج لين وايزمان وبطولة كون فاريل وجيسيكا بيل. وتدور أحداث الفيلم حول دوغلاس كوي الذي يحاول العثور على سبب وراء حلمه المتكرر حول كوكب المريخ، ليكتشف أن ما يتذكره ما هي إلا ذاكرة زائفة ليصبح مطارد من قبل من زرع له هذه الذاكرة. فيلم بيبي درايفر، الفيلم المفضل لي في هذه القائمة، وهو فيلم شهد إقبالا كبير على شباك التذاكر نظرا لأنه فيلم ممزوج بالكوميديا. الفيلم أنتج عام 2017 من تأليف وإخراج إديغار رايت وبطولة أنسل جارد، وحقق إيرادات قدرت ب 227 مليون دولار. ويدور الفيلم حول سائق صغير يدعى درايفر يعمل مع تاجر أسلحة بالإجبار نظرا لعمله كسائق مهرب سابقا، ليجد نفسه مجبرا على المشاركة في سرقة مخزن للأسلحة. فيلم Ocean 11 استطاع هذا الفيلم أن يحقق نجاحا كبيرا منذ عرض الجزء الأول عام 2001، وحقق إيرادات قدرت ب 450 مليون دولار، وهو من تأليف جورج جيلتون وجاك جولدن وإخراج ستيفن سود وبطولة كل من كامن جورج كلوفي وبراد بيت. ويدور الفيلم حول شخصية البطل يدعى داني أوشن، وهو رجل عصابات والذي يقوم بتجميع عصابة مكونة من 11 فرد، وذلك لسرقة مبالغ طائلة من 3 كازينوهات شعبية مملوكة من قبل تيري باندربل. فيلم كوماندو يعتبر الفيلم من أقوى أفلام الأكشن التي قدمت في تاريخ السينما العالمية والأمريكية، أنتج عام 1985 من تأليف سيفن إدوسوزا وإخراج مارك ليتر وبطولة المبدع أرلوند، وحصل على إيرادات قدرت ب 57 مليون دولار بمعدل التضخم يخرج على رقم مهول. يحكي الفيلم عن عميل جول ماتريكس الذي يتقاعد من عمله في قيادة النخبة بالجيش، فتقوم مجموعة من المجرمين بقتل كل أفراد فريقه السابق، فيقرر جون العودة إلى حياة الخطر مجددا، ليكتشف جون أن أقرب زملائه هو من قام بذلك ليجبره على تنفيذ عملية اغتيال لأحد السياسيين. وبهذا الفيلم كان هذا كل شيء عندي. لايك للفيديو، شاركوا بين أصحابكم، واشترك في القناة إذا كنت مش مشترك، فعل جرس التنبيه ليصلك كل جديد أول بأول. أتشرف بقبول كل الانتقادات والاقتراحات. أنا سفيان مسعودي، سلام.